أنا أقول بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض بناء أيضا أن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. يعني تاني يوم طوفان الأقصى ما عنا علم شيء صدقا وعدلا. يوم السبت أخذنا علم مثل كل العالم. بدنا نتأمل من السيد حسن نصر الله أن يكون أكثر انحيازا إلى المقاومة. بعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة. ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من هو موجود بالفعل. قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. ما عنا علم شيء.